السلام عليكم، نتمنى تكونوا بخير وعلى خير ان شاء الله. الناس يسولون على كانون جي 7 اكس مارك 2 اللي بغاو ريفيو عليها. حنا اليوم نصور لكم بها ان شاء الله، شوفوا لا كاليتي ديالها وستابيليزي، نصور لكم كل شيء بها. تشوفوا كيف ما كتعرفوا هي فيها دابا بالنسبه لي، كيف ما كتعرفوا راه فيها 20 ميجا بيكسل، فيها ستابيليزاسيون ديال الفيديو اللي كتعاونكم بزاف انكم كتكونوا كتحركوا ولا كديروا شي كتحركوا ولا كديروا شي حركه، كتعاونك تستابيليزي كيف ما كتشوفوا. واخا كتهز ما كتعطيكش داك الشيء ستابيليزي مزيان. وفيها لا فيديو فول اتش دي، كتصور ب 60 اف بي اس، كتعاونكم على سلو موشن وبزاف ديال الحوايج. وفيها شي لعيبات مزيانين من ناحيه الحجم ديالها، من ناحيه ليكرون. ونوريكم حتى لا كاليتي ديالها كيف ما كتشوفوا، لا كاليتي ديالها راه دابا حنا في الطوموبيل ما كاينش بلاصه فيها ما كاينش الاضاءه مزيانه، ومع ذلك كتشوفوا ان الكاليتي ديالها مزيانه. وباقي نصوروا لكم بها وتشوفوا لا كاليتي ديالها باش اللي غياخذها هي يقتنع بانها راه كاميرا مزيانه. وكاين المارك 3 ديالها والمارك 2، الفرق اللي كاين بيناتهم شي حاجه قليله، لا 4K في الاخرى. ولكن كيف ما كتعرفوا لا 4K عندنا ماشي براتيك هنا في المغرب، بالنسبه لسميتو، بالنسبه للمايك المشكل الوحيد، لان هذه ما فيهاش المايك والاخرى فيها المايك. مع ذلك راه كتزيد لواحد لادابتاتور للجي 7 اكس مارك 2 كتولي حتى هي فيها بورت ديال المايك. وا الشرطه بشويه سداتونا. انتم كيف ما تشوفوا طلع هذا الفوكس ديالها، راه الفوكس ديالها واعر بزاف. سي سي وانا رجعت شتا دي 5 راه مقاومه ديال الشتاء. دي 5 اه ماشي ما فيهاش حق الفوكس. خوت كيف ما كتلاحظوا حنا برا هذه الاضاءه ديال جي 7 اكس خدامين باوتوماتيك. كيف ما كتشوفوا نوريكم لا ستابيليزي ديالها كتحرك. حنا يلاه كنا كنديرو شوتين كسا علينا، درنا كنا تصورنا من نيكون دي 5. مي جي 7 اكس بغيت نقول لكم ان كاميرا راه مزيانه من خلال التجربه ديالي، كاميرا اللي واعره كيف ما كتشوفوا. حنا نتحركوا شويه باش نوريكم ستابيليزي ديالها باش تاكدوا بان لا ستابيليزي ديالها مزيانه. راه غير شاده غير بيدي، ما عندي حتى بيرش، ما عندي حتى شي حاجه. مي واخا هكاك راه ستابيليزي ديالها مزيانه، واخا في الاضاءه المنخفضه كتكون ستابيليزي ديالها زوينه. حتى الفوكس ديالها راه ما كيهربش. هادشي اللي كان الخوت على كانون جي 7 اكس مارك 2. تابوناو معنا في لاشين وخليونا لي لايك ديالكم، واللي بغاها راه ديسبونيبل عندنا بواحد الثمن اللي مزيان. والسلام عليكم.